مدام أمينة، صباح الخير. أنا كده سمعكي كويس. ممتاز، أهلا وسهلا فيكي على هوا المدينة، نورتينا وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا جدا ليكي، بجد أنا مبسوطة أوي إني معاكم. تسلم لي عينك مدام أمينة. يعني عرفتي بتقديم المحتوى الاجتماعي اللي له علاقة بتنظيم العلاقة مع الآخر والتعامل مع الآخر وبمختلف الظروف وبمختلف الأماكن، وهالمحتوى جذب كتير من الأشخاص على مستوى العالم العربي. ما بقدر خبرك قديش في إليك متابعين من سوريا مدام، مبسوطين فيكي ومنتابعك دائما. شكرا جدا، أنا مبسوطة على الكلام الحلو ده. أهلا وسهلا مدام أمينة. مؤخرا أو تقريبا يعني بعد تقديم المحتوى اللي له علاقة بالإتيكيت وأصول التعامل مع الآخر، دخل شوي محتوى الموضة والجمال وأمور النصائح الحياتية أيضا للمتابعين. أي نوع من أنواع المحتوى بتحسي أقرب لإلك؟ هل هو الإتيكيت أكثر أم الموضة والجمال أكثر؟ خبرينا. لا هو بصي، هو الـ 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 الحاجات دي كلها اتولدت مع بعض، يعني فاهمه قصدي ايه؟ يعني يمكن الاقرب ليا هو طبعا الموضه، لان دي حاجات الموضه والميك اب والبيوتي تيبس، بس هي كلها قريبه مني وكلها اتولدت مع بعض. بس يمكن اللي ظهر قوي على السوشيال ميديا في الاول وعمل ضجه هو موضوع الإتيكات، بس كلهم قريبين للقلب لأن كلهم حاجات حلوة وحاجات مفيدة وحاجات أي ست أو حتى راجل محتاجها. 100% صحيح هذا الكلام. مدام أمينة، دائما الاتيكيت يظلم بأنه بينفهم شيء له علاقة فقط بالشوكة والسكينة أو المنديل اللي على الطاولة، ولكن بنعرف من خلال حضرتك كمان، يعني أنت مثل ما بيقولوا بالشامي ست العارفين، أنه الاتيكيت هو أوسع من هيك، هو له علاقة بالأخلاق، بالتربية، بحسن التعامل. للأسف منشوف الانتقادات بتطال المحتوى اللي له علاقة بالاتيكيت أكثر. هل فكرتي شي مرة تبعدي عن تقديم الاتيكيت لحتى ما ينالك قدر كبير من الانتقادات مثلاً؟ لا بصي، انا يعني بصي، انا مش شايفه الانتقادات قويه بالشكل اللي كل الناس شايفاه، لان اللي حصل ده ان الناس اتخضت فلقت محتوى تقدر تلعب بيه. انا بقول لان كتير كتير من اللي قلدوني وعملوا حاجات ترفيهيه، انا ما شفتش حد اساء. يعني هما احنا كمصريين بنحب الهزار، اوكي، ودمنا خفيف، صحيح. فهو الحاجات كلها اونستلي كان دمها خفيف، وكتير من اللي هما قلدوني وعملوني كانوا دايما بيبعتوا لي في الانبوكس لما برد، لان انا ردودي بضحك، يعني انا عمري ما رديت على حد بطريقه سخيفه، يقولوا لي والله احنا بنحترمك وبنحبك يا استاذه، والله احنا بنهزر معاكي، والله فاهمه قصدي. صحيح فهي الموضوع كان ماده يقدروا يلعبوا بيها، واحنا كمصريين اتخضوا ليه، انا مش عارفه، يعني مع ان انا مش بقول حاجه جديده خالص، بس احنا بنمسك اي حاجة كده ممكن نلعب بيها بنلعب بيها هنا في مصر. فانا مش شايفة كلمة انتقادات دي كلمة كبيرة قوي على اللي حصل معايا. انتقادات دي لما الناس بتقلب على البني ادم اللي قدامها، بس ده ما حصلش معايا. يعني معروف الشعب المصري يعني الطريقة المصرية بالتعاطي مع الأمور بطريقة ترفيهية ومهضومة بتشدنا ايوه لإلنا اكيد. نحن كمان. يعني مدام أمينة، شو أسوأ موقف مخل بالإتيكيت خلينا نقول تعرضتي له حضرتك شخصيا، سواء كان بحياتك اليومية مع الأشخاص المحيطين أو عبر السوشيال ميديا، هالموقف أثر فيكي وما بتقدري تنسيه أبدا؟ لا يعني ما فيش موقف بأثر فيا، لان دايما انا بشوف الناس اللي بتبقى قليلة الذوق انا بدلها عذرها لسبب واحد، ان هي ما تعرفش المفروض تتصرف ازاي، وده كتير. في فرق بين قلة الادب، دي قصة تانية، لو حد قليل صحيح. الادب ده بيبان ان هو قليل الادب، وفي حد قليل الذوق. القليل الذوق ده زي ما بقول لك انا بحس ان هو مش عارفين ايه الصح. لكن انا مثلا اكتر حاجه بتضايقني وبحس انها قله الذوق وبحس انها في ايد البني ادم، المواعيد. انا مواعيدي مظبوطه جدا والناس مواعيدها مش مظبوطه، ودي حاجه بتجنني. يعني انا لما ادي ميعاد، الميعاد معاد بالدقيقه والثانيه واللحظه، ولا يمكن اتاخر عليه، فاهمه قصدي صحيح ايه؟ تمام. فدي يمكن اكتر حاجه بتجنني
ودايما بروح قبل ميعادي ودايما بستنى لان هو ميعاد. لكن احنا ما اظنش في مصر بس، متهيألي العالم العربي كله، مية اللي مية هو هقابلك بعد العصر، هقابلك بعد المغرب، اللي هو الساعة كام بالظبط يعني، ما في لازم ميعاد محدد يعني. 100%. هي بنسميها مدام أمينة المواعيد العربية، مثل ما تفضلتي حضرتك موجودة، ايوه مش هي ممكن المشكلة يعني، عنا عن صعب جد. قوي. صحيح صحيح. يعني من قصة المواعيد والالتزام بالأوقات اللي هي بتعبر أيضا عن احترام الشخص لنفسه وللأشخاص اللي مواعدهم أصلا، بدي أسألك عن نقطة، هل بيوم من الأيام ممكن نعتبر أنه أحيانا قواعد الاتيكيت أو التعامل مع الأشخاص ممكن أنه تقيدنا أكثر ما تحررنا بحياتنا اليومية؟ شو رأيك بهذا الموضوع؟ لا بالعكس، بالعكس خالص، اديني مثل حاجة واحدة ممكن تقيدك، بل بالعكس الاتيكيت انضباط، ذوق، أدب، معاملة طيبة، نراعي الناس اللي قدامنا، نبقى في مواعيدنا. يعني ايه اللي ممكن يقيد؟ بالعكس اديني مثل واحد ممكن يقيدنا. صحيح، يعني هي دائما هي القواعد بتسعى لتنظيم العلاقات مو لتقييدها أو لإرباك يعني الشخص المقابل. خالص خالص، بل بالعكس تخلي المعاملة مع الناس بذوق وأدب أكتر. 100%. مدام أمينة، الفيديو يلي انتشر كتير يعني وعلى السوشيال ميديا شفناه بكثرة، فيديو طريقة تناول ليبرا الأكلة الشهيرة، وكان بالفعل في إلها قواعد خاصة فيها، يمكن حتى نحن اللي بنعرف الأكلة وبنطبخها وبنتناولها عمر سنين ما خطر ببالنا أنه هالقد في قواعد لتناول أكلة اليبرا. في عنا يعني مجموعة من الأكلات، تفضلي. لا ما سمعتش، أكلة إيه؟ اليبرة أو ورق العنب. ورق العنب. أوكي. أنا عايزة مش عارفة أكلة. ورق سوري العنب. سوري، هي أوكي. تسميتها مأخوذة من اللغة التركية، بنسميها بالشام يبرة إذا كانت محشية لحمة، أوكي. وإذا كانت محشية هيك حمص ورز وقصص بنسميها يلانجي، كمان تسمية تركية. أوكي. تمام. فبالرجوع لورق العنب، في مجموعة من الأكلات السورية أو الشامية أو الأكلات الخاصة ببلاد الشام، على قد ما أنا طيبة مدام، على قد ما عن جد أكلة بيربك قدام الأشخاص. في مجموعة من النصائح ممكن تقدميها لتناول الكبة مثلا، بظن بتعرفي الأكلات السورية، في سوريين كتير بصي بمصر. يعني واحدة واحدة معايا، الكبدة ده ايه؟ زي الكبدة يعني ولا الكبدة دي ايه؟ الكبة البرغل المحشية لحمة. يعني زي الكبيبة مفروض ايه بظن. اللي هي ماسكة بعضها زي شبه الكفتة يعني. اوكي، بقلبها لحمة وبتكون هيك شكلها قرص. يلا، المفروض انا فكرت انه ممكن تعرفيها حضرتك، انا آسفة. انا مش واخده بالي، بس لو حاجه شبه الكفته اوكي، هتتاكل برضو بالشوكه والسكين. الشوكة والسكين. بصي عشان تريحي نفسك، ما فيش حاجه بالايد، عشان البيتزا تريحي نفسك ما فيش البيتزا حاجه بالايد، واي حاجه سائل اوكي، يعني زي الشوربه اوكي، بالمعلقه، اي حاجه تانية بالشوكه والسكينه يا ما فيش حل. هتروحي لي كده، هتروحي لي كده، هو أبا، كده. عم نحاول هيك نطري شوي الموضوع ايوه يا ايوه مدام حضرتك حازمة. لا 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 لا، ما فيش الكلام ده. صدقي انا يعني انا بحكي عن حالي، من لما كنت صغيره مدام متعوده انه اكل بالمعلقه لانه يمكن كانت الشوكه صعبه، للاسف يمكن هي عاده خاطئه ولكن استمرت معي. هذا اثبات على فكره انه التعود، يعني انه انت بتعودي الطفل او الشخص من هو صغير على الشوكه والسكينه بيتعود عليها للكبر، بس انا لهلا باكل امور بدها شوكه وسكينه بالمعلقه. علشان كده انا دايما بكتب جنب فيديوهاتي الجيل الجديد، اوكي، اتيكات الجيل الجديد، علشان فعلا يعني يمكن اكتر حاجه بسطتني من الفيديوهات اللي انا عملتها دي ان لمست الاطفال. يعني انا جيلي او جمهوري عمره ما كان الصغيرين قوي اللي طالعين دلوقتي، اوكي، لان هم دول يمكن ما شافونيش على التلفزيون، وانت عارفه الجيل الجديد دلوقتي ما بيتابعش تي في والقصص صحيح. دي، لكن عارفيني من الفيديوهات اللي عملتها ومتأثرين يعني كتير دلوقتي. انا باكل، بقيت باكل بالشوكه والسكينه، فهموا يعني ايه فعلا في حاجه اسمها شوكه وسكينه، لان زي ما انت بتقولي فعلا انك انت اتعودتي، فكان لازم الاهل من وانت صغيره كفايه نقعد نقول لا لسه صغيره، لا خليها بالمعلقه، لا لا، من واحنا صغيرين لازم فعلا نبدأ.
نتعود 100%. في أصناف أكل أخرى مثلا مثل السلطة، مثل التبولة كمان معروفة ببلاد الشام أيضا، البيتزا أيضا، تحسي عن جد قوامهم أو أحيانا طريقة أكلهم بالشوكة والسكينة مربكة. آخر مرة بسألك، خلص جواب نهائي شوكة وسكين؟ لا بص اقول لك حاجه، مثلا البيتزا أي اوكي أوكي على حسب احنا فين. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي البيتزا لو انا قاعده على سفره في عزومه كبيره، في عزومه رسميه او يعني عزومه كبيره اوكي، لا اكيد هاكلها بالشوكه والسكينه. ودايما لما اكون قاعده في عزومه كبيره على سفره ابص لصاحبه البيت، هقلد صاحبه البيت، والله صاحبه البيت لو مسكتها بايدها انا اقدر امسكها بايدي. بس في الاغلبيه في عزومه كبيره على السفره اكيد هناكلها بالشوكه والسكينه. لكن انا لو قاعده في جنينه في عيد ميلاد اوكي، وقتها اقدر اكلها بايدي بس برضو بطريقه معينه. يعني البيتزا ما ينفعش امسكها وبعد كده من اي حته اقطمها، لا لازم من البوز اللي هو المثلث المثلث. اللي من فوق واكلها واحده، لكن ما اقطم من هنا ومن هنا ومن هنا، لا. 100% 100%. يعني كمان أحيانا المكان بيفرض شروطه كمان لحتى يقدر الواحد يأكل. أكيد أكيد 100%. مدام أمينة، بدنا نبارك لك على برنامجك الإذاعي الجديد على هوا راديو مصر. ما صار له زمان شكرا. مبلش بحلقاته الأولى، ومبسوطين كتير إنه هيك زميلة يعني صار عندك أنا برنامج عظيمة إذاعي. ماشي. خبرينا عنه أكتر بليز، تفاصيل. هو أنا ده تاني حلقة كانت يوم الأربعاء اللي فات، هو برنامج برضو متنوع، يعني عاملة فيه برضو أجزاء هيبقى عن الإتيكات والسلوكيات، حلو. أجزاء ليها علاقة باللبس، أجزاء ليها علاقة بالميك اب، أجزاء ليها علاقة بالبيوتي. دايما هيبقى في استضافتي دكاترة جلدية، هنوعي الناس سواء شعر بشرة جسم. يعني هو انا عمري ما عملت غير فاشن وبيوتي واتيكات بروجرامز، وهو ده اللي مكمله فيه، بس عامله بنصايح سريعه يعني، فاهمه، فقراته قصيره وسريعه جدا، ان شاء الله يعجب الناس. إن شاء الله، أكيد بالتوفيق دائما مدام. خلينا نروح شوي لهذا الوسط، وسط الإعلام أو الوسط الإذاعي بشكل خاص. في مجموعة من النصائح ممكن تقدميها بالتعامل مثلا مع، أنا بصراحة هيك بسأل كمان مشاني، أنا التعامل مع الأشخاص اللي بيسمعونا كمستمعين، في شيء اتيكيت معين لحتى الشخص يقدر يظهر على الهواء مباشرة بطريقة لائقة؟ شو هي الهيدلاينز اللي بتخبرينا عنها؟ بصي هو ده، يعني ان انا اولا ابقى دايما طبيعيه، لان المشاهد بيحس ان ما بقاش فيك اوكي، انا كده وانت هتحبني وانا كده او مش هتحبني وانا كده، بس اني اكون مصطنع عشان اوصل مش هوصل خالص. دي نمره واحد. نمره اتنين، عمري ما استخف بعقليه المشاهد اوكي، وعمري ما افرض رايي، انا مش طالعه افرض رايي، انا طالعه اقول الصح، لكن انا مش بفرض، انتوا حرين، عايزين تعملوا كده اعملوا كده، واكون صادقه. ولما يجي لي اتصال حتى لو الاتصال في سخافه في اي حاجه، انا اكونترول ماي سيلف اوكي واكسف اللي قدامي، يعني اخلي اللي قدامي يقول يا ريت ما اتكلمت وقلت كده من كتر الذوق اللي الست دي فيه. ده تبس بسيطة كده. وأهم حاجة إن جنرال أنا شايفة في شغلانة البريزنترز وراديو تي في، البساطة وعدم الاصطناع، مية أنا بالمية شايفة وده طريقة للنجاح كمان، يعني مفتاح لدخول قلوب المستمعين بدون ما يشوفوا يعني وعدم الشخص. فرض الرأي، وعدم فرض الرأي والإعداد، سواء لو أنت بتعدي أو غيرك بيعدلك، يكون إعداد بناء مش إعداد تخريف، يعني ما نستخفش بعقول المشاهدين يعني. تماما 100%. طيب مدام أمينة، بما أنه موجودة معنا على هوا المدينة مباشرة وضمن المورنينج شو جود مورنينج سيريا، إذا اخترتي مجموعة من النصائح لحتى تقدميها للمستمعين تناسب هيك الصباح الباكر وتناسب أيضا المستمعين اللي عم بيسمعونا، شو بتنقي لنا هيك كم نصيحة من الاتيكيت بشكل عام أو حتى من عالم الموضة والجمال تلخصي لنا إياهن؟ طيب من الإتيكات يعني ما هيبقى صعب، يعني احنا لسه صاحيين من النوم، بس صح. يعني لو خلينا في جمالنا ولبسنا وكده، يعني لو انت من النوع اللي لازم تصحي مثلا
كل يوم بدري عشان مثلا عندك شغل او حاجه، ان دايما يبقي محضره من بالليل انت هتلبسي ايه، لو انت عايزه دايما تنزلي مترتبه. ودي يمكن غلطه ستات كتير بتعملها، انها بتصحى من النوم الصبح بتفتح الدولاب وتقول انا هلبس ايه ولا هعمل ايه، فتبدا تلبس حاجه وبعد كده تقلعها وتلبس حاجه وتقلعها، وفي الاخر هتلبس وحش لانها مش موضبه، هتلبس ايه وشعرها هيكون مبهدل لانها هتبقى مستعجله، مش هتلحق تحط ميك اب لو محتاجه تحط شويه ميك، وفي الاخر هتوصل شغلها متاخر متأخر. وبرده شكلها هيبقى مبهدل. انا احب دايما الواحد لما ينزل من البيت ينزل مترتب، عشان انزل مترتبه انا بصحى في ميعادي، بس لازم ابقى مرتبه انا هعمل ايه. تماما، يعني أخذ قرار عن قديش بدي وقت لحتى ألبس، لحتى أتحضر، يمكن لحتى أحضر الفطور معي، يعني يكون كله مرتب من بالظبط. بمخي لا انا مينيموم. بالذات انا بكلمك بالذات عن اللبس، لان بيجي لي المشاكل دي على طول، اللي هو ايه، انا بوصل الشغل متاخره وفي نفس الوقت بلبس وحش، لان اللي بيحصل ايه، هي مثلا بتلبس حاجه لا مش حلو، فبتلبس حاجه تانية، اوف دي مش مكويه، طب اجيب البنطلون ده، طب البنطلون ده زرار، طب الجزمه مش، انت قاعده لخبطه كده، ففي الاخر عارفه لما بتبداي تلبسي وتقلعي وتلبسي وتقلعي في الاخر هتلبسي وحش. 100% هي هات اللي بيصير معي بصراحة صباحا كل ايوه يوم. انا بقول والله الدور بالليل. عن جد. طيب، مدام أمينة، عرفتي أيضا بمصطلحاتك وكلماتك الطريفة جدا اللي عرفتنا عليك ودخلتك لقلوبنا ولبيوتنا، وحبينا طريقتك يعني بتقديم أول شيء المحتوى الخاطئ وتصحيحه عن طريق تقديم النصائح. قديش حسيتي هالكلمات العفوية والبسيطة كانت مفتاح لحتى العالم تعرفك وتسمعك أكثر مدام أمينة؟ اللي هو ايه، مرفوض مثلا. والله. بصي كل الحاجات دي انا لما ببقى بقول حاجه او بقدم حاجه انا ببقى طبعا عارفه هقول ايه، بس مش عارفه بالظبط، يعني بعد، انا طول عمري بعد لنفسي كل حاجه، لكن ما ببقاش كاتبه انا هقول كذا وهقول كذا، الكلمات دي طلعت مني من القلب. يعني، فاهمه؟ يعني مش اللي هو كتبتها وقلت انا هقول هنا كده وهقول هنا كده، لقيت نفسي بستخدمها يعني، فاهمه؟ فهي فعلا بقت الناس دلوقتي مرفوض مرفوض. مرفوض. 3 مرات تريبل. ما كانتش متحضره صراحه يعني، هي طلعت مني كده يعني. بس سيما مهضومة عن جد، يعني صارت ملازمة لإلك، ولكن من ناحية إيجابية ايوه، أحب. دلوقتي بقى بقيت بستخدمها لما عايزه خلاص لما عايزه اقول حاجه، لا خلاص عشان الخص الكلام بقيت بستخدمها. مستخدمة. مدام أمينة، شو البروتوكول أو شو الاتيكيت عفوا يلي بتحسي إنه قد ما حكيتي ودعيتي لاستخدامه ما ممكن تقدري تطبقيه بحياتك الشخصية، بتقولي مرفوض إني طبقه حتى لو هو الصح؟ ايه يا ربي، شكله ما في. لا والله. طب قولي لي امثال كده، لا مش ميسيس بيرفكت انا، بس قولي لي امثال كده يعني، مش عارفة. مثلا في شيء بزيارة الضيف ممكن انت بتحسي انه هو صح مثلا، بس انه انت ما بتقدري تطبقيه، خاصة اذا كنتي مع ضيف ماله غريب مثلا، فات على البيت ما بتطبقي معه او ما بتتبعي معه كل القواعد اللي بتخص الاتيكيت، مثلا اذا كان حدا من الاهل عم بيزورك. والله ما اعرف، يمكن اوكي، ان انا اوقات ببقى تعبانه قوي فمش قادره اجاري قوي يعني الضيف، بس ما اظنش برضه، مش عارف يعني، بزهق بعد ساعات، ايه بزهق من الكلام فبقعد ساكته. ممكن ممكن هذا شيء طبيعي وحق طبيعي جدا يعني، حتى بتعب يعني، لان شغلنا كله كلام، فلما بيجي لي ناس كمان اللي هو مش قادره اتكلم، ساعات ممكن كده ابقى تعبانه ممكن، صحيح بس دائما. بحاول على قد ما اقدر. اصل الموضوع ده ما هوش بس قصه اتيكيت، هو ذوق، فهو انت متربيه يا اما تبقي بني ادم ذوق وتيجي على نفسك بعض الاحيان، يا اما لا. ما يعني طالع من شخصيتك، هو أصلاً ملازم للشخصية، هو ما بتتقصدي إنك أنت تتبعيه يعني. هو تربيه كمان، صح. صدقيني هو الاتيكيت والذوق والادب جزء كبير جدا تربيه، وانتي بني ادمه عندك ذوق يعني، تتكسفي تبقي قلة الذوق او تضايقي اللي قدامك على قد ما بتقدري يعني. 100% 100%. بدنا من حضرتك مدام أمينة كلمة لكل متابعينك السوريين أونلاين والمستمعين حاليا عبر هوا المدينة. انا بجد مبسوطه جدا 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 ان انا كنت معاكم، انا جيت زرت سوريا مره واحده
وان شاء الله تتكرر. وجيت زرتها ووقت ما كنت حامل، يعني كنت تعبانه جدا وما عرفتش اروح يمين وشمال. الكلام ده يمكن يعني بعمر اولادي من 12 سنه، احب اكررها تاني. بقول لكم صباح الكل، ومبسوطه ان المحتوى بتاع عجبكم، وهعمل لكم اكتر واكتر واكتر ان شاء الله. وبشكرك انت كمان يا سالي، وشكرا على الاستضافه بجد. شكرا لك مدام أمينة، منتشرف بوجودك دائما معنا، بالمستقبل بانتظار زيارتك، والمدينة شكرا. بتتشرف بوجود حضرتك بالاستوديو كمان بأقرب زيارة بتقومي فيها لسوريا. شكرا جدا جدا بجد. أهلا وسهلا مدام أمينة شلباية، حضرتك خبيرة أتيكيت وموضة وصانعة محتوى فريد، لأنه بيعلم كيف نربي وكيف إنه الأتيكيت مو بس شوكة وسكين يا جماعة، الأتيكيت هو أخلاق وتربية من الصغر. شكرا لأنك كسرتي النمطية لهالمحتوى، يعني اللي بيحفز على التطور ما بيحفز على الانحطاط مثل باقي المحتويات للأسف يلي عم نشوفها. شكرا جدا بجد على الكلام الحلو ده. أهلا وسهلا فيك مدام أمينة، وأيضا بدي خص بالشكر السيد أحمد فارس، هو منسق الأعمال للسوشيال ميديا، كمان كان هيك بتواصل دائم وتعاون دائم مع زميلة آلاء عدرا. شكرا له، وشكرا لحضرتك مرة تانية، نورتي المدينة. شكرا جدا جدا، سعد لي تسلم. صباحك، يسعد لي صباحك باي يا باي رب. باي باي، باي باي.